الصغار في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة كلمة حق نقولها وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. والله تكشي وقدر صنوا لي عديلة أصلا مما تيجي تضحك سايبة لا سبب معناه في نصيبة ما لك عدوة والله أفضل انت عاد ما قصرت معاي التب البيت وبنيته لي وطقم الجلوس ده وجبته لي وحتى العدة دي جبتها لي فضيلة فضيلة أنا أصلا شفت أمها تغرودوا لي عيوني قديل ويبقوا صغار إذا يجدوا ذا الجلد بعرف انك انت عندك طلبات وطلبات مياه هذول اخوي دايره شنو قولي بالواضح وسريع ايضا والترتيلين ذاتي في شنو؟ عندي فريد طلب واحد بس هل اسكت يطلب ان اشوف طلب ايه ده؟ بدور لي دقيطل هنا؟ دقيطل شنو يعني ده مسوي شنو؟ الدقيطل بتاع الغنمات افضل غنمات؟ دي غريبه جديده والله شنو؟ هنا ده شنو هذول؟ لا لا افضل اها ده بيجيب المسلسلات ولا قطي من وين ده ابتسام قالت لي يا فضيله الما عنده دقطل في البيت ما شاف الدنيا تب خلاص هذا لغايته انا بمشي السوق بزعلك منه ونشوف تكلفته كم وكان اللي بمر السحالات بنجيبه لك ان شاء الله والله ابتسام دخلت علينا ما منابا الا كان دار تخرب طبيع نسواننا التصوت لع الرجله المشكلة مين في ابتسام هذول المشكلة في أختك العميكة دي وكنت تنشبك في حاجة وتقول دايراها زي الزول اللي عنده دساتير الله يا فضيل اللي حيك تجبت البتاع ده بتكون فتحت لنا طاقة من نار جهنم قولها رسلت له يجيبوا لي من بلاد بر عريتها كان هينة كدي المشكلة إن ابتسام فهمتها وورتها محل الدكاكين اللي بيجيبوا منهم في السوق ذاته يا أخي ابتسام دي مشهد الخليج عدت لها شهرين وده تطلع بنا العالم إحنا مرة ديجيتال بعده سينما والموضوع ده نحن ما عندنا له قدره ما عندنا له قدره بالعربي كده اخوان انا جايكم لشوره تدخلوا لي بحمد وتمرقوا لي باخوي جليل انا داير لي راي الراي شنو نار كان عندنا راي كان قلناه افضل الراي ما عندك افضل انا هذه بشاوركم ليهم الواحد فيكم شايل له فخور 4 كيلو وربع وقيه مخ انا الحل بجيبه براي حلك ونصي ماني داير قنعان من خير فيكم تب حبابك ما شاء الله يوم في الوضع وبيتكم بيه رهيب بس ناقص الضيفة عملت شنو في موضوع كلمت فضيل وقال لي يا فضيلة طلباتك وامر طبعا حيقول لك نقلة تانية واو امبارح نحضر بحاجة كانت رهيبة 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 النبي كم ما حكيتيها لي انت ما بيحكوا يا اخي دي بشوفوها عيني انت ما تيجي تحضري معي عاد بيوين الصباح في الخدمه والظهر الواطه سخانه وانا السخانه بتنفع معي عندي الغده والعصر فضل بيجي راجع على البيت وبخط له الغدا وبسوي له القهوه والواطه بتكون مغربت وعاد احنا المغرب ما عندنا طلعه نص عمرك ضايع اتفضل اشرب العصير لا انا ما قاعد اشرب ابري امتين اختي عندي حموضه وانا اصلا قبل ما اسافر الخليج كان عندي مشكله في الامنيه وبابي قال لي ما تشربي عصير ابري اشربي عصاير فريش وفرتي سلام يا فضيله ها عملت لي شنو في موضوع الديجيتال؟ الديجيتال ان شاء الله اللي كسروا لك فوق راسك المدوق ازاي يا اخي؟ اول يا اخي انا كان عايزك كلكم قاعدين تحضر يا اخي.
بعدين انا لفيت البلد دي بقرع كلب. اوعى تقول لي ما لقيته افضل، والله ابتسام قالت لي السوق مليان. لقيت هذول، لقيته راكد بالهبل ذاته في السوق، لكن ما انا خلاص غالي علينا افضل. ما هناي هو والله ما بغالي عليك يا فضيله، لكن كمان العين بصيره واليد قصيره. والله افضل انا الديجيتال ده كان مجي خاش البيت ده هنا المغسه دي بتقتلني. ابتسام كل يوم تقول لي المسلسل كان سمحه. شوف يا فضيله، احنا كان دعاونا اي حاجه ناقصه في البيت ده ممكن نجيبها، وانا الناقص بتم لك دي مع المشاركه اللي بيقولوا عليها ذاتها. ودي كيفين يعني يا فضيله؟ ما انت قايله شنو؟ الشيء مو غالي شديد، كله ب 4100. انا بدبر ال 100 وانت دبر ال 4000. وادبرها من وين كمان؟ ما هو احنا لو دعاونا وشاركنا بتدبر، واي شيء ناقص في البيت ده بنجيبه. الضيقطل، المنتوف، القرنوف، اي حاجه بنجيبها. وده شنو كمان افضل؟ عادي ولا دي حاجات متطوره تطور عجيب خلاص، اكثر من الضيقطل ده بمراحل، ثمنها قريب ال 10000. النبي افضل، كم ما جبت لي الكرنوف والمنتوف ديل عشان غزبان ابتسام. انت لا تغزيها ولا لا تنسي فيها. بتدبر افضل. ما تشاركوا معانتو عشان تحللوا مشكلتو. المشاركة دي ميزة. فضيل هاي هاي أفضل. فيش نازل المات منو؟ أمسك أفضل، دي 4000 عدن ونقدن مساهمتي لك يا زولة. قدرت تتصرفي لك في 4000 في شهر؟ أي أفضل. وجبت القروش من وين؟ أي أفضل، أنا فضيلة دي مهمرة مدبرة، ما خلت لي صندوق في الحلة ما دخلته، ويا قريش شدتني له لميته. والله يا فضيلة لقيتك مرة مدبرة، هسه خوفتيني. أنا قلت المرة ذا تدخلنا في ديون وشيل فوق الظهر تبقى عوجة والله. أها والعبارة شنو؟ هاي ما خساكم، ده موضوع بيني وبين زوجي فضيل. أمشي فضيل سريع، هوا جيب لنا الضيقطل. لق علي، أنتوا خليكم في عدم مشاركتكم دي، إحنا بمشاركتنا أنا وهي خشينا العولمة، أنتوا خليكم في الأبيض وأسود ده. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة، لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. سعينا للعمال تبتلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. سعينا للعمال تبتلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة بين العالمين. احنا بين العالمين، دولة تبقى الأولى.